مساكم الله بالخير مشاهدينا، ويا هلا فيكم في حلقة جديدة من برنامج هنا للبحرين. أعلنت طيران الخليج الناقلة الوطنية لمملكة البحرين عن تنظيم معرضها الأول للسفر، الذي سيقدم عروضا وخصومات حصرية تصل إلى 50% على الرحلات الدولية. يمنح الحدث العملاء فرصة مميزة لحجز تذاكر بأسعار مخفضة إلى وجهات متعددة حول العالم، بما في ذلك دول الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا وشبه القارة الهندية، ما يتيح لهم استكشاف شبكة طيران الخليج الواسعة والتخطيط لرحلاتهم القادمة بسهولة ومرونة. في خطوة تعكس التزامها بتعزيز تجربة السفر لمواطنيها والمقيمين، أعلنت طيران الخليج الناقلة الوطنية لمملكة البحرين عن تنظيم معرضها الأول للسفر. هذا المعرض يمثل منصة فريدة تجمع بين عشاق السفر والوجهات العالمية، وتتيح لهم فرصة استثنائية للاستفادة من عروض مغرية وخدمات متميزة. طبعا الأساسيات تنظيم ولا واحد، الأسعار هذه اللي بيخلوها وايد زينة بعد 50%، وانا طبعا بالنسبه لي انا 3 حجوزات عندي، فبيخفف علي عبء كبير. يعني 3 تذاكر اذا كانت كالعادي بيصير مبلغ كبير علي. قدم المعرض خصومات تصل إلى 50% على الرحلات الدولية، مما يعد فرصة ذهبية لمحبي السفر لاستكشاف وجهات متنوعة تشمل دول الشرق الأوسط، أوروبا، آسيا وشبه القارة الهندية، تمكن الزبائن من حجز تذاكر السفر بأسعار مخفضة، مما يسهل عليهم التخطيط لرحلاتهم القادمة واستكشاف طيران الخليج الواسعة بمرونة وسهولة. نشكر الناقلة الوطنية لهذا المعرض الجميل، معرض يتوفر فيه جميع التذاكر ويخفف أعباء السفر على المواطنين، ونشكرهم ونتمنى أن يتكرر هذه المعارض كل عام وكل أشهر اللي فيها المناسبات الصيفية والعطلات الجميع. معرض ما شاء الله يعني الإقبال كثيف صاير، والازدحام ما شاء الله لبرا، وما شاء الله يعني الحين مسوين عروض له الأسعار تقريبا نص السعر، فمجري إقبال المواطنين على السفر، مواطنين الوافدين، فإحنا من ضمنهم بعد جايين نحجز نستانس بهالعروض الحليوة. احنا وايد مستانسين على طيران الخليج، لان انا صراحه ما اسافر على طيران ثاني، دائما اسافر على طيران الخليج. يعتبر معرض طيران الخليج للسفر فرصه لا تعوض لعشاق المغامره والاستكشاف، حيث يمكنهم الاستفاده من العروض الحصريه والتخطيط لرحلاتهم المستقبليه باسعار تنافسيه. إن هذا الحدث ليس مجرد معرض، بل هو دعوة لاستكشاف العالم بطرق جديدة ومثيرة. احتفلت جامعة الخليج العربي بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية باليوم العالمي للصحة النفسية من خلال ندوة علمية نظمتها الجامعة، تخللها عدد من المحاضرات والنقاشات التفاعلية التي تناولت أحدث الأبحاث والتوجهات في مجال الصحة النفسية وأثرها على جودة الحياة، مع توصيات لتعزيز الصحة النفسية في بيئات العمل والدراسة. تحت شعار تعزيز الصحة النفسية في بيئات العمل، أقيمت ندوة علمية في جامعة الخليج العربي بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وبحضور ممثلة منظمة الصحة العالمية في البحرين الدكتورة تسنيم عطاطرة. يحتفل العالم في شهر أكتوبر من كل عام باليوم العالمي للصحة النفسية، وهذا العام يخصص موضوع الاحتفال بالصحة النفسية حول الصحة النفسية في أماكن العمل. لقد أثبتت الدراسات أن حوالي 15% من البالغين يعانون من أحد الصعوبات النفسية، وذلك خلال مدار حياتهم. إن الاحتفال بالصحة النفسية وخاصة بالتعاون مع جامعة الخليج العربي ما هو إلا دليل آخر على دعم الجامعة للأمور الصحية الهامة على مستوى المجتمع، وأيضا دعما للسياسات الوطنية والإرشادات نحو الصحة للجميع وبالجميع. وبيّنت الندوة بأن 15 من البالغين يعانون من اضطرابات نفسية، مما يؤدي إلى فقدان 12 مليار يوم عمل سنوي نتيجة الاكتئاب والقلق، ويترتب على ذلك خسائر انتاجية تقدر بحوالي تريليون دولار أمريكي سنوي.
اليوم نحتفل باليوم العالمي للصحة النفسية، وكعادة جامعة الخليج العربي أنها دائما عندها شراكة مع الوزارات المختلفة والمؤسسات المختلفة اللي تعني بالصحة، من ضمنها اليوم منظمة الصحة العالمية. تشاركنا معهم في تنظيم هذه الفعالية. الفعالية عنوانها الاحتراق والضغط النفسي في مكان العمل. وبالنسبة لنا يهمنا يمكن الأكثر التوجه نحو طلابنا اللي هم أهم أصل من الأصول الموجودة في جامعة الخليج العربي. وبين المشاركون أن المهنة الطبية بطبيعتها تتطلب مواجهة جوانب عاطفية مكثفة، مما يزيد من مستويات الضغط التي يواجهها الأطباء يومياً. خلال هذا اليوم بتكون في مجموعة من الفقرات تقدمها مجموعة من الخبراء والطلبة، نأكد فيها ونتضافر فيها لأهمية الصحة النفسية في حياتنا. الفقرة إن شاء الله اللي بقدمها بتكون شلون ممكن إحنا نرفع عامل السعادة في حياتنا، شلون ممكن ندخل الجانب الإيجابي والتفكير الإيجابي تعزيزا لصحتنا النفسية وتأكيدا على التوازن في الحياة. اليوم إحنا راح نتكلم عن بعض المشاكل العاطفية النفسية اللي يواجهونها الطلاب، منها الضغوط النفسية، ضغوط الدراسة، ضغوط الأهل، ضغوط المجتمع. راح نتكلم أيضا بشيء يخص طلاب الطب بالخصوص، اللي هو الاحتراق المهني أو الاحتراق الوظيفي وعلاقته بمخرجات عملية تعليمية. راح نتكلم عن المشاكل لكن أيضا راح نتكلم عن الحلول. راح نتكلم عن شلون الواحد ممكن ينظم من وقت عمله، من وقت دراسته، شلون ممكن يلجأ للآخرين، يلجأ للمختصين. وأكد المتحدثون أن الانخراط في الأنشطة التطوعية التي تحمل أهداف لصالح العام تمنح الحياة عمقا وتعزز الشعور بالإنجاز. العقل السليم في الجسم السليم مقولة لا تختص فقط بسلامة الأعضاء الجسدية، وإنما تعدتها لتصل إلى الناحية النفسية، وهذا ما فعلته بالضبط جامعة الخليج العربي بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية في ندوتها لهذا اليوم، والتي ركزت على الناحية النفسية وكيفية تحقيقها. لبرنامج هنا البحرين، عبد النبي الجردابي. انطلقت في مملكة البحرين فعاليات بطولة الألعاب المدرسية، والتي تعد حدثا رياضيا بارزا يهدف إلى تعزيز الروح الرياضية والعمل الجماعي بين طلاب المدارس. وتأتي هذه البطولة ضمن جهود وزارة التربية والتعليم لتعزيز النشاط البدني وغرس قيم المنافسة الإيجابية بين الطلاب. في إطار الجهود المستمرة لتعزيز النشاط الرياضي لدى الطلبة والطالبات، انطلقت بطولة الألعاب المدرسية في البحرين، والتي تنوعت فيها مختلف الألعاب لتشمل كرة القدم، كرة السلة، وكرة الطائرة، وألعاب القوى إلى جانب السباحة، وإقامة معرض لبعض إنجازات المدارس والجامعات. حقيقة هذا المنتدى يعتبر من الأفكار الجيدة لوزارة التربية والتعليم، وبدعم من معالي المدير العام وجه بالمشاركة في هذا المنتدى، والمكتب يحضر حقيقة كونه الخبير التربوي والمحضر التربوي للأعمال المشتركة في قطاع التربية بين دول الخليج. مشاركين طال عمرك بإصداراتنا تربوية وتعليمية، تابع طال عمرك على قولتهم مكتب التربية العربية دول الخليج، منظمة تعليمية تساعد وتساهم في على قولتهم تصدير تطوير الإصدارات وتنشيطها، ومتجهين الآن على الذكاء الاصطناعي، وبإذن الله نجسين نبدع فيه بإذن الله مثلا معين. البطولة التي انطلقت بدعم كبير من وزارة التربية والتعليم تهدف إلى تحقيق عدة أهداف، أبرزها تعزيز روح العمل الجماعي لدى المشاركين، وترسيخ أهمية ممارسة الرياضة كجزء من حياتهم اليومية، فضلاً عن اكتشاف المواهب الشابة التي قد تمثل البحرين في المستقبل. هدفي من تواجد هنا في المعرض اللي هو للمساواة بين المرأة والرجل، تحكينا وايد عن المساواة بين المرأة والرجل في الرياضة وفي شتى المجالات، وشلون ان احنا نحاول نوعي المجتمع عن هاي الشيء. بطولة الألعاب المدرسية هي خطوة في بناء جيل المستقبل في البحرين، جيل يتمتع بروح رياضية ومهارات بدنية وثقافية عالية. في أجواء مليئة بالحماس والمنافسات الودية بدورة الألعاب المدرسية هنا في مملكة البحرين،
يتضح بأن هذه الألعاب ليست مجرد منافسة رياضية، بل إنها منصة للطلبة والطالبات لتعزيز قدراتهم وتنمية مهاراتهم. لبرنامج هنا البحرين، عبد النبي الجردابي. ضمن سلسلة برامجه الثقافية المتنوعة التي تتنوع في أفكارها ومضامينها بين فعالية وأخرى، نظم مركز عبد الرحمن كانو الثقافي ندوة بعنوان العلاقة بين الناقد والمبدع، حيث تأتي هذه الندوة ضمن جهود المركز الرامية إلى فتح آفاق الحوار الثقافي وتبادل الأفكار بين المثقفين والنقاد والأدباء بهدف تعزيز دور الثقافة في التنمية المستدامة ودعم المشهد الثقافي في البحرين. ضمن أعمال موسمه الثقافي 29، نظم مركز عبد الرحمن كانو الثقافي ندوة بعنوان العلاقة بين الناقد والمبدع. تحدث فيها كل من الدكتور رفيق بن رجب والدكتورة مي السادة والأستاذ جعفر سلمان والشاعرة فاطمة محسن، وأدار الحوار الدكتور فهد حسين. الفعالية الليلة راح تناقش بشكل محوري العلاقة بين الناقد والمبدع في البحرين. سوف تطرح الكثير من الأسئلة الثقافية بخصوص النقد، بعض النظريات النقدية، بعض النظريات في الكتابة. طبعا فعالية يستضيفها أحد أهم النقاد البحرينيين وهو الدكتور فهد حسين، وتستضيف أيضا بعض المبدعين والنقاد أيضا. فستكون إن شاء الله الفعالية ثرية في مناقشة العلاقة بين النقد والإبداع. وتناولت الندوة العديد من المحاور الشيقة بين طبيعة العلاقة بين المبدع والناقد وما يشوب هذه العلاقة من عوامل قد تؤثر على النتاج الإبداعي سلبا أو إيجابا، كما تحدث المشاركون عن أنواع الناقدين ومهامهم وأهمية خلفيتهم الأكاديمية أو المنهجية والواقع النقدي البحريني بشكل عام. العلاقة بينهما منذ زمن علاقة شائكة ومتشعبة ومتباينة وقديمة، ولكنها رصينة ووثيقة وحميمية. نستطيع أن نقول بأنه ومنذ زمن كان هناك في هذه الالتفاتات بأن الشعراء يقول الشاعر شعره ويأتي شخص آخر لكي يبين رأيه، ولو كانت مبادئ أولية أو بذور أولية، ولكنها كان لها وجود منذ الشعراء القدامى، منذ أصحاب الفصاحة والبلاغة، منذ المتنبي وأبو تمام والبحتري ومن كتاب الجاحظ وسواهم من هؤلاء الكتاب، لديهم مثل هذه البذرات النقدية تبلورت فيما بعد بمسمى العلاقة بين الناقد والشاعر. الناقد يعني عليه أن يستوعب النص المكتوب، وعلى المبدع أن يتقبل النقد، سواء أن هذا النقد يعني يرضي أو لا يرضي، عليه أن يتقبله، لأن هذه وجهة نظر الناقد. فالنص مجرد أن أنت تتكلم فيه أو تطرحه على الجمهور، خلاص يخرج من يدك وتتركه إلى النقاد. ولاقت الندوة الكثير من التجاوب من الحضور حول المحاور المطروحة للنقاش، والتي كان هدفها بالنهاية إثراء الساحة الكتابية للأفضل. الشاعر والناقد والمبدع، موضوع تداولته هذه الندوة حتى اتضح للجميع الخيوط التي بينهم، وبان للجميع بأن بالإمكان أن يكمل كل فرد الفرد الآخر. لبرنامج هنا البحرين، عبد النبي الجردابي. وقعت المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية ومركز لندن لجراحة الثدي اتفاقية تعاون تهدف إلى تعزيز الخدمات الصحية المقدمة للأرامل المكفولين من قبل المؤسسة. وتأتي هذه الاتفاقية في ظل المساعي الحثيثة للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية لإتاحة الفرصة لمختلف مؤسسات وشرائح المجتمع للمساهمة في دعم منتسبيها الذين يمثلون شريحة مهمة من المجتمع. وللحديث عن هذا الموضوع تنضم معنا عبر الهاتف الدكتورة بيان المحميد، طبيب عام واختصاصي الصحة بالمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية. مساء الخير دكتورة بيان. مساء النور، هلا والله. بداية، ما هي أبرز أهداف اتفاقية التعاون بين المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية ومركز لندن لجراحة الثدي؟ بداية حابة أشكركم على هذا اللقاء،
وأشكر وزارة الإعلام على اهتمامها بمبادرات المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية. طبعا توقيع هاي الاتفاقية هو من ضمن الاهتمام الكبير اللي وليه حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم أكيد بقيادة سمو الشيخ ناصر بن حمد اللي تهدف حق تقديم الرعاية الشاملة للأيتام والأرامل. تم توقيع الاتفاقية برعاية سعادة الأمين العام الشيخ علي بن خليفة آل خليفة مع مركز لندن. أهم الأهداف هي توفير الوعي والثقافة الصحية عن أهمية الكشف المبكر لزيادة فرص العلاج، وأكيد تسهيل الوصول وتوفير الفحوصات لجميع المنتسبات من الأرامل. نعم دكتورة، كيف ستساهم هذه الاتفاقية في تعزيز الخدمات الصحية المقدمة للأرامل المكفولات من قبل المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية؟ المؤسسة تعطي اهتمام كبير بالجانب الصحي للأيتام والأرامل، يشمل أكيد الجانب التوعوي والوقائي والعلاجي، وهالشيء دائما يكون بالتعاون مع المستشفيات الحكومية والمراكز الصحية وأكيد المستشفيات والعيادات الخاصة. فهذه الاتفاقية تعتبر من أهم المشاريع اللي راح توفر الرعاية الصحية المناسبة والمتكاملة حق هذه الفئة. نعم، لو نتكلم عن الدور الذي سيلعبه مركز لندن لجراحة الثدي في توفير الفحوصات المجانية للأرامل، وما هي الفحوصات التي سيتم تقديمها؟ دور مركز لندن راح يكون دور كبير، هو بيكون تقديم فحوصات مجانية اللي هي فحوصات الماموغرام والألتراساوند لجميع المنتسبات بقيمة تقريبية توصل ل1,403,000 دينار بحريني. فأنا حابة من هالمنبر أني أشكر الدكتورة سارة الريسي رئيس مركز لندن على هالمبادرة الطيبة والأول من نوعها، وإن شاء الله هالمبادرة تكون حافز حق باقي المستشفيات والمراكز أنها هي تتعاون معنا. نعم، لو نتكلم دكتورة بيان عن أهمية مثل هذه الشركات المجتمعية في تحقيق أهداف المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية ودعم الفئات المحتاجة في البحرين. طبعا أكيد دور مهم تفعيل الشراكة المجتمعية مع المؤسسات الحكومية والخاصة، وهذا اللي تطمح له المؤسسة عشان تحقق أهدافها في دعم وتوفير أفضل الخدمات حق الأيتام والأرامل، مو بس في الجانب الصحي ولكن في جميع الجوانب. وأكرر دعوة الجميع للتعاون مع المؤسسة الملكية عشان نفعل هالمبدأ الإنساني المهم. نعم، الدكتورة بيان المحميد طبيب عام واختصاصي صحة بالمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، شكرا لك. تزامنا مع الاحتفال باليوبيل الفضي لذكرى تولي جلالة الملك المعظم مقاليد الحكم، افتتح مسجد خنجي في منطقة ديار المحرق بمحافظة المحرق، وذلك ضمن جهود مملكة البحرين لتعزيز التوسع العمراني وتطوير البنية التحتية وتوفير بيئة مناسبة للمواطنين والمقيمين، بحضور الشيخ الدكتور راشد بن محمد بن فطيس الهاجري رئيس مجلس الأوقاف السنية. وأكد الهاجري أن بناء المساجد يعكس اهتمام المملكة بضمان توافر أماكن للعبادة بسهولة ويسر، مشيرا إلى أهمية المساجد في تعزيز القيم والانتماء في المجتمع، ويمثل المسجد إضافة هامة لمساجد المملكة ويعزز من دورها كمراكز للتعلم وتبادل المعرفة، حيث تشكل المساجد أيضا مراكز تجمع تعزز من التواصل والتعاون بين أفراد المجتمع وتسهم في نشر القيم الإنسانية مثل التسامح والاحترام ونشر التعاليم الدينية. من جانبه أشاد السيد عبد الحكيم يعقوب الخياط رئيس مجلس إدارة شركة ديار المحرق بدعم القيادة الحكيمة للمساجد ودورها الفاعل في تعزيز قيم التعاون والتكاتف والتكافل في المجتمع، مؤكدا على دورها في تعزيز المواطنة الصالحة. إلى هنا مشاهدينا وصلنا إلى ختام الحلقة، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.